أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في نشرة الثقافة الطبية والتي نستعرض فيها آخر المستجدات حول فيروس كورونا وأحدث تقارير لجنة كومباس الصادرة بخصوص تطورات فيروس كورونا المستجد، فكونوا معنا بعد الفاصل. في أحدث تقرير أصدرته لجنة كومباس بخصوص آخر تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد وسباق إنتاج اللقاحات المضادة له على الصعيد العالمي، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس على مستوى العالم قد تجاوز 135 مليون إصابة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 2,920,000 حالة وفاة. ومع قدوم شهر رمضان المبارك، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية تغريدة عبر تويتر ذكرت فيها أن حقنة اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لا تفطر الصائم ولا بأس من أخذها في نهار شهر رمضان المبارك. وجاء في منشورها: أجابت لجنة الأمور العامة بهيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية عن الاستفتاء الموجه إليها من قبل وكيل الوزارة والخاص بحملة التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة ضد فيروس كورونا المستجد حول أخذ اللقاح عن طريق حقنة بالعضل أثناء نهار رمضان، هل يفسد الصوم أو لا يفسده؟ وقالت اللجنة إن الحقنة ومنها اللقاح ضد فيروس كورونا إذا كانت في العضل فإنها لا تفطر الصائم ولا بأس في أخذها خلال نهار رمضان، وإذا تعب المريض من الصوم بسبب الحقنة التي أخذها أو أشار عليه الطبيب بالفطر دفعاً للضرر وتخفيفاً للألم جاز له الفطر وعليه القضاء بعد الشفاء إن شاء الله. السر في علاج كورونا بالأكسجين الطبي، هذا ما أكدته دكتورة جانيت دياز رئيس الرعاية السريرية بمنظمة الصحة العالمية، أن الأكسجين الطبي هو علاج أساسي لحالات كوفيد-19 الحادة، موضحة أنه عندما يصاب شخص بحالة حادة فإن مستويات الأكسجين يمكن أن تنخفض في الجسم لدرجة لا يتوافر خلالها ما يكفي لقيام خلايا الجسم بوظائفها الطبيعية. جاء تصريح الدكتورة دياز ضمن لقاء نشرته منظمة الصحة العالمية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي دارت محاوره حول استخدامات الأكسجين الطبي في علاج كوفيد-19 ومدى أهميته. وقالت الدكتورة دياز إنه إذا ظلت مستويات الأكسجين منخفضة لفترة طويلة أو لم يتم دعمها بأكسجين طبي فإن الخلايا نفسها تتوقف عن العمل بشكل جيد ثم تتوقف عن العمل تماماً، ويمكن أن تموت الخلايا بالفعل بما يشمل الدماغ والقلب والرئتين والكليتين التي تحتاج جميعها للأكسجين لكي تقوم بوظائفها، وبالتالي فإن توقفها في الحالات الشديدة من مرض كوفيد-19 يؤدي إلى الوفاة. وحول نقص إمدادات الأكسجين الطبي في بعض البلدان، قالت الدكتورة جانيت دياز إن هناك تقنية للحصول على الأكسجين الطبي، بما يعني أنه يجب أن تتوافر تجهيزات لاستخلاص الأكسجين من الهواء وتركيزه بتقنية ربما لا تكون متاحة في بعض البلدان. وأضافت أن التحديات الأخرى في الواقع تتمثل في توزيع الأكسجين الطبي ليصل إلى المرضى في المستشفيات، مع التأكد من أن هناك دراية تامة بكيفية استخدامه واتباع كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأكسجين الطبي وسلامة الأنابيب. وأوضحت دياز أن السعي لضخ مزيد من الاستثمار لتحسين خدمات الأكسجين الطبي يعني أن يتم تمويل المقاييس العلوية، حيث لا يقتصر التمويل فقط على تلبية احتياجات مرضى كوفيد-19، وإنما لإنشاء نظام مستدام بعد الجائحة يعزز جهود وخدمات الصحة بشكل عام، لأن الأكسجين منقذ للحياة في الكثير من الحالات الطبية. قال لطفي جمال بن بأحمد وزير الصناعة الصيدلانية في الجزائر إن بلاده ستبدأ في إنتاج لقاح سبوتنيك 5 الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد في شهر سبتمبر القادم بالشراكة مع موسكو، حيث كانت الجزائر التي تلقت بالفعل 50,000 جرعة من لقاح سبوتنيك 5 قد أعلنت في فبراير الماضي أنها تجري محادثات مع روسيا لإنتاج اللقاح. وقال الوزير في الإذاعة الرسمية إن الدولة لابد أن تواجه تحدي اللقاح، مؤكداً أن الجزائر ستكون مستعدة لإنتاج لقاح جزائري في سبتمبر المقبل.
وتابع ابن باء أحمد أن اللقاح سيتم إنتاجه بالتعاون مع شركة المنتجات الدوائية صيدال، مشيرا إلى أن الشركة ستحصل على مساعدة من مختبر هندي رائد متخصص في تصنيع اللقاحات دون أن يذكر اسم المختبر. أصيبت امرأة يابانية بأضرار كبيرة في رئتيها بعد أن تسلل فيروس كورونا إلى جسدها، ولإصلاح الوضع قام الأطباء بما قالوا إنها أول عملية زراعة رئة في العالم لمصاب بفيروس كورونا عن طريق الأنسجة. وقال مسؤول في مستشفى جامعة كيوتو اليابانية إن المرأة خضعت لعملية جراحية استمرت 11 ساعة، زرع خلالها فريق طبي قوامه 30 شخصاً أنسجة رئة تبرع بها زوجها وابنها، وفق شبكة CNN الأمريكية. وبات معروفاً أن مرض كوفيد-19 يسبب تلفاً حاداً في الرئة لبعض المصابين به، ولعلاجهم تمت عمليات زراعة رئات لهم لمساعدتهم على التعافي. لكن هذه هي الحالة الأولى التي يتم فيها زرع أنسجة الرئة من متبرعين أحياء إلى مريض بكوفيد-19. وقال الدكتور هيروشي ديت، جراح الصدر الذي قاد العملية، إن العملية أعطت بصيص أمل للمرضى الذين يعانون من تلف حاد في الرئة، وتبين أن لدينا الآن خيار زراعة الرئة من متبرعين أحياء. وكانت المريضة أصيبت بفيروس كورونا في أواخر العام الماضي، وقضت شهوراً تعتمد على رئة اصطناعية إلى أن تم إجراء العملية لها. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى ختام نشرة الثقافة الطبية. في أمان الله.